بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بتكلم لكم عن الايروي بريشر ريليس فنتليشن اللي هو الاي بي ار في. المفهوم الحالي للانج بروتكتيف استراتيجي يعتمد على اقل تايدل فوليوم ممكن واعلى بيب ممكن. ليش يفضل اقل تايدل فوليوم ممكن؟ علشان يمنع لي الهاي ديستند للالفولاي، عشان ما يصير عندك ديستند للالفولاي، والهاير بيب علشان يخلي لي الالفولاي مفتوحة على اخر ريسبيرتوري سايكل، لانه هو بوزيتيف اند اكسبيرتوري بريشر. يبقى انا لو ما حطيت لور تايدل فوليوم وهاي بيب ايش راح يصير؟ راح يصير عندك المسمى بالستريس اند شير، او شير اند ستريس، هذا الكونسبت. فلو قلنا صار العكس، هاي تايدل فوليوم ولو بيب، فراح يصير عندك شير اند ستريس اللي هو يفقد المطاوعة او الالاستيسيتي حقت اللانج. إذا طارت المطاوعة أو الإلاستيسيتي، أنت تدخل في اللانج إنجري، وبعدها تدخل في نيوموثوراكس، وتدخل في دوامات كثيرة. من اللانج بروتكتيف استراتيجي طلعوا لك بشغلتين، شفتوا اللور تايدل فوليوم هو نفس الهاي فريكونسي، والهاير بيب هو نفسه الاي بي ار في. الحين نتكلم عن مود الاي بي ار في. لو جانا مريض اي ار دي اس بيشنت وحطيناه على سيباب 35 واف اي او 200، راح يتحسن الاكسجينيشن. أنا الحين راح ندخل المشكلة اللي هي الفنتليشن، إن الحين اشتغلنا على الأكسجينيشن، تركنا الفنتليشن. في السي او 2 راح يرتفع إلى أرقام خيالية. ففكروا العلماء، قالوا خلص نحط اير أبوف ذا بيب. فيوم نفكروا بهذه الجهة، قالوا الحين البي اي بي راح يضرب عندنا، راح ندخل المشكلة ثانية اللي هي نيوموثوراكس، وبالتالي ما عندي الحين لانج بروتكتيف استراتيجي، لأني أنا جالس أعطيه بي اي بي هاي. قالوا حنا ليش نعطيه هواء ونزيد الطين بلة؟ خلص خلنا نعتمد على فكرة ثانية اللي هو الباسيف اكسهيليشن تبعت المريض. قالوا لو قللنا بريشر من 35 إلى 0، الهواء راح يطلع، وبالتالي راح يطلع معاه CO2 فيصير واش اوت. بس إذا قللناه من 35 إلى 0، فبالتالي راح يصير كولابس، وإذا صار كولابس أنا إيش استفدت الحين؟ كأني ما سويت شيء. فقالوا الحين لازم نتحكم في البرشر والوقت، إننا نعطيه برشر عالي في وقت كافي، وبنفس الوقت نقطع برشر في وقت قليل علشان ما يصير كل. فهنا طلع لنا اللي هو الكونسبت حق الـ ABRV، واللي ما فهمها بعطيك إياها بصيغة ثانية أسهل. ABRV باختصار هو عبارة عن سيباب مع وقوف متقطع، اللي هو الانترميتنت ريليس. السيباب هو اللي يخلي لي الايروي مفتوحه، والريليس هو اللي راح يخلي لي الواش اوت للسي او 2. هذا هو الكونسبت باختصار شديد. كاضافه، في مود الاي بي ار في يقدر المريض يتنفس سبونتينيس، فبالتالي راح تزيد البيشنت كومفورت وتقلل السيديشن. نتكلم عن مصطلحات الاي بي ار في، هي اربع مصطلحات بس: البريشر هاي والتايم هاي، والبريشر لو والتايم لو. هاي او البي هاي هو البرشر المحتاج to keep the alveoli open، فكلما زاد البرشر هاي كلما زاد عندك المين ايروي برشر. هاي او التي هاي هو الوقت اللي راح يكون فيه البرشر هاي، فبالتالي اذا كلما زاد التايم كلما تحسن الاكسجين. البي لو او البرشر لو هو البرشر اللي راح ينزل له الفنتليتر في وقت الريليس اللي هو وقت الوقوف. تايم لو او التي لو هو الوقت اللي راح يقضيه البرشر لو، وبالعادة ينحط من 0.4 إلى 0.8. طيب يا مشعل، يعني على كذا تايم لو أو التي لو لو أحطها 0.4 أو 0.8 بتفرق؟ إيه نعم بتفرق، لأن كل ما زدت التي لو كل ما صار عندك وقت أكثر علشان تسوي واش أوت للسي أو 2 أكثر، عشان كذا بتفرق معك. يا مشعل، أنا كارتي كيف راح أعرف البست تايم لو لهذا المريض؟ راح تعرفها عن طريق البيك إكسبيراتري فلو. إكسبيراتري فلو راح تلقاها في الفلو ويف فورم، راح تشوفها هذه البيك إكسبيراتري فلو. والتايم لو لازم تكون 50% للتي لو لازم تكون 50% أو في البيك فلو أو في بيك إكسبيراتري فلو. لو ما خليناها 50% راح يرجع زي كذا، وهذا ما نبغاه. احتمال يكون التيلو البيرفكت تيلو هنا يمكن 0.4 أو 0.8، فعلى حسب حالة المريض COPD أو ARDS. نرجع إلى البراميتر، البي هاي والتي هاي هذولي أكسجينيشن، البي لو والتيلو هذولي فنتليشن. نجي إلى الانيشال سيتينج تبعت الـ ABRV، راح أحطها لكم في سناب الجاي اللي هي صورة، لا أوصيكم سووا لها كابتشر.
من الـ ABRV. إذا شفت أن المريض جالس يأخذ spontaneous breath والكمبلاينز تحسن، فابدأ weaning. تالي الويننج تبع الـ ABRV تذكر على أن drop and spread، drop للـ B high spread للـ T high. فكل ما تقلل الـ B high اللي هو الـ pressure high، تروح ترفع الـ T high اللي هي الـ time high، لأن توصل T high أو time high 8 إلى 10 second، والبي هاي أقل من 15 سنتيمتر فاتر. فإذا وصلت إلى هذا الرقمين تروح تحول المريض إلى بروشر سبورت. طيب وش السيتنج في البروشر سبورت؟ فضل أنك تحط على بروشر سبورت مود على السيتنج التالية: سيباب أوف 13 والبروشر سبورت أوف 8. ليش؟ أنت بالأساس محولة من ABRV مود والبي هاي كانت 15، يعني السيباب كان 15، فبالتالي يحتاج نقلل جرادولي. آسف إني طولت عليكم وزعجتكم في الإجازة. هذا كان درس اليوم مود الـ ABRV. أي أحد عنده سؤال أو استفسار الخاص مفتوح.